جماعة الخلايا الشمسية وتأثير الغبار عليها في مختبر الطاقة المتجددة بجامعة صحار. ها هنا نعمل على تقديم مشروع التخرج الذي بدأنا به في شهر سبتمبر لعام 2021، ونحن في الأجزاء الأخيرة منه الآن. المشروع يهدف إلى دراسة تأثير الغبار على الخلايا الشمسية باتخاذ تكنولوجيا مختلفة من الخلايا الشمسية السيليكونية حالية البلورة وخلايا شمسية سيليكونية ثنائية البلورة. تعد عمان ومناطق الخليج العربي ضمن مناطق الحزام الشمسي، وهي مناطق كثيفة بالإشعاعات الشمسية والسلطنة في قلب هذا الحزام. كما تشير الأرقام بأن ساعات الشمس في السلطنة 3050 ساعة سنوية، بينما لا تتجاوز 530 ساعة بالدول الأوروبية كألمانيا. استخدمت الخلايا الشمسية في عمان منذ ثمانينيات القرن الماضي كبديلا لتجهيز الكهرباء بتطبيقات بسيطة. أما اليوم فنحن أمام رؤية جديدة، حيث يتوقع أن تصل مساهمة الطاقة المتجددة إلى 10% في عام 2025، ووصولا إلى 30% في عام 2030. ولعل محطة عبري خير مثال على هذا التوجه. إن تزايد نسب العواصف الغبارية في السنوات الأخيرة أصبحت سمة واضحة في دول مجلس التعاون، وقد اعتبرت مسألة الغبار والعواصف الغبارية من معوقات استخدام الخلايا الشمسية في مناطق شبه الجزيرة العربية. فكان لابد من دراسة هذه الظاهرة في عمان لمعرفة مدى تأثير هذه الظاهرة على أداء الخلية الشمسية. فكانت الرحلة مع الغبار تقود إلى معلومات جغرافية ومادية ومناخية. والجزء القائم من العمل صممنا هيكلا لمحاكاة تأثير الغبار في عمان، ونستخدمها لتغيير عناصر الوقت وعناصر تراكم الغبار لخلق سيناريوهات مختلفة على أداء الخلية. من أجل تحقيق غايتنا قمنا باستخدام 4 ألواح شمسية، اثنان من نوع إحادي البلورة واثنان من نوع ثنائي البلورة، وهما الأكثر استخداما في السلطنة، وجميعها تحمل 100 واط. لدراسة تأثير الغبار قمنا بتنظيف خلية واحدة من كل نوع بشكل يومي، وتركنا الأخرى دون تنظيف ليتراكم عليها الغبار اليومي. من أجل تشكيل هذا الهيكل قمنا بربط كل خلية بشارج كنترولر الذي بدوره يربط الخلية بالبطارية والأحمال. هذه كانت نتائجنا للألواح الأربعة خلال يوم واحد من الساعة الثانية إلى الساعة الرابعة مساء لكل لوح من الألواح الأربعة. وجدنا هذه المنحنيات من الجدول السابق. هذه المنحنيات تمثل تغير الباور والفولت والكرنت مع الوقت. من خلال هذه المنحنيات لاحظنا بأن الخلية أحادية البلورية النظيفة تنتج أعلى أداء كهربائي، وكذلك هي أكثر من يتأثر بالغبار. فنرى الهبوط الكبير في الأداء في نوع أحادية البلورية المتسخة بالغبار. ننتقل الآن إلى النوع الثاني من الخلايا، وهي الخلايا ثنائية البلورية. هذه الخلايا بحالتيها النظيفة والمتسخة تنتج تقريبا نفس الأداء الكهربائي. أما إذا أردنا المقارنة بين الخلايا أحادية البلورية والخلايا ثنائية البلورية، فإن الخلايا أحادية البلورية تتأثر تأثرا كبيرا بالغبار، عكس الخلايا ثنائية البلورية فهي لا تتأثر كثيرا بالغبار. رغم هذا فإن الخلايا أحادية البلورية بكلتا حالتيها النظيفة والمتسخة تنتج أداء كهربائيا أعلى من الخلايا ثنائية البلورية. إذن الخلايا أحادية البلورية هي ما ننصح به لمستقبل بلادنا.